أهلا وسهلا بكم في متابعة خاصة للقاء الأسد الرياضي بقصيبة سوسة وفريق الثريات الرياضية. مباراة تندرج في إطار رابطة الوسط بسوسة، مباراة أجوار. السنة الماضية كانت الأجواء مشحونة، هذا الموسم الأجواء عكس ما شاهدناه العام الفارط، أجواء ممتازة بين الفريقين. تابعونا في هذا التقرير الخاص بالساحل تيفي. والله يعني كي نلقى سي براوي ساسي رئيس الثريات الرياضيه هو يجري امس واني في تونس، معناها مشيت للقرعه نتاع الفريق نتاعي وهو قائم بالاجراءات الكل وحنا متعاونين. شوف مشهد رائق بالملعبيه رغم اللي مقابله، انا وجو نتاع دربي كيما تعرف الدربي، لكن يوفى في كنف الروح الرياضيه. حبينا نلعبوه في القصيبه كيما العباد الكل صورتنا عملناه وعدات مساج للعالم اللي احنا معناها صار اللي ما صار. حبينا نعديو مساج للعالم السنه هذه ونحتفلوا ونجيبوا المسؤولين ونجيبوا الناس ونجيبوا من السلطه ونوريهم اللي احنا ماناش معناها في حرب، باش راهي رياضه. حابين نبعث مساج الى السلطات باش تاخذ بعين الرأفه هالفريقين هذوما اللي فيهم فريق مترشح الى دور الربع النهائي لكأس تونس للأواسط وما خذيناش راهو الترشح هذايا صدفه. رانا ربحنا فرق يقول عندها يشار لها بالبنان، منها النادي الصفاقسي، منها جندوبه، منها الحمامات اللي هي عندها اكثر منها شباب وامكانيات، اذا عاونونا لتاثير الشباب والمضي به قدما لبث روح الوطنيه فيه. يلزم ديما الروح الرياضيه، مش كل طرح مثلا غشنا الكل ولا اعصابنا ندور على بعضنا. كوره مثلا ربح وخساره، طرح يكس، زوز لعبنا، مشات مباراه باهيه، الاجواء كانت طيبه. ولا بس الحمد لله عملنا اكس والحمد لله. لحمة واحدة في الاكيب، زوز لعبنا. وكهو هذيك هي الكرة الرياضية. والله يا بارتي ثريات القصيرة معروفة بالسخونة برشا وديما اون جو وكذا. احنا حضرنا الماتش هذا تينا جمعة كاملة. نتصور قاعدين عدينا بارتي باهي خاصة دوزيام ميتون.
صغينا فرص اللي جاتنا والاربيتر حرمنا من بيرانتي واضحه وكاول مهم هو الماتش في الروح الرياضيه ومفماش حتى فما حتى شيء مش ورق فما حتى شيء والله ما صعب شويه احنا ناقصين برشا جوارات وقت شوف حاله والاربيتر يزفر من تزميتون يزفر من شيره برك مش نقولها ماشي وضيعنا برشا على غالب جات فوت غلطه عدونا ماشي لا كنا نلعبوا من الاول او من الاول كنا بريمير معناتها من بعد فما برشا بليسير تقريبا 8 جوارات وحاليا ما يبعدوا فينا على السات على القصيبه وتشوف حالها كيفاش هذاك علاش تو ما عادش علاش نلعب نلعبوا الجوارات تاع صغار الجونيور العام الجاي وكذا